السلام عليكم، شو رايكم حبيباتي؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. ضيفاتي جدد نقول لكم مرحبا، شرفتوا ونورتوا القناه، راهي منوره بكم. غالياتي نقول لكم دائما دمتم نوافيات للقناه. فيديو اليوم كيما عودتكم دائما ندير لكم فيديو يكون متنوع ولو انه فيه زوج ولا ثلاثه حوايج. درت لكم ثاني وصفه اللي عندي معها ذكريات، نموت على هذه الوصفه، وحاجه خفيفه ظريف، يعني وصفه صيفيه بامتياز. المهم قبل ما نبدا فيديو نتاعي راح نحي لكم اقل من دقيقه من وقتكم، ونذكركم بالمسابقه اللي راني دايرتها في القناه. لاول مره تلتحق بالقناه نقول لك بلي كاينه مسابقه فيها خمس فائزات بقيمه 700 ألف. نذكركم ثاني بزوج قنوات دائما من القائمه اللي راني حطتها لكم، ماهمش قنوات جدد. القناه الاولى كما راكم تشوفوا فيها وصفات ما شاء الله، حلو مالح، وديجا وقابلني لايس كريم وشهاني مع هذه السخانه. القناه الثانيه نفس الشيء، متنوعه، فيها دي فلوغ، فيها روتينات، فيها ثاني وصفات. اشتراك في القنوات، تفعيل الجرس، مشاهده الفيديوهات على الاقل دقيقتين، يعني حاجه سهله بزاف بالنسبه للربح اللي راح تربحوا ان شاء الله. المهم شروط المسابقه لاول مره تشوف الفيديو، راح نخلي رابط الفيديو تاع المسابقه في التعليق المثبت وفي صندوق الوصف باش تروحوا لهذاك الفيديو وتفهموا اكثر واكثر على المسابقه والشروط تاعها. يعني راهو مازال الحال باش تشتركوا، وتقدري تشتركي اليوم وتطبقي هذوك الشروط البسيطه السهله، وان شاء الله قادره تكوني من الفائزات. اول حاجه بديت بها نهار اليوم، يعني بعد ما خدمت ودرت واش درت في الدار، اول حاجه بديتها في الكوزينه، يعني حنحضر وصفه الشاباتي. الوصفه هذه راهي سهله بزاف البنات، عباره عن خبز محشي. المهم تبعوا معنا الوصفه. الوصفه فيها زوج كيلات تاع سميد رطب، سميد عادي اللي ديري به المطلوع والرخساس، وكيلة تاع فارينه. هنا انا درت بالكيسان، تحبي تكيلي بالبول كيما تبغي نتيا، المهم حسب افراد العائله. عندي مغرف كبيرة تاع خميرة مع سكر، يعني مغرف كبيرة سكر ومغرف كبيرة تاع سميد الفارينة، ومغرف صغيرة تاع خميرة الحلويات، مغرف صغيرة ممسوحة ماشي معمرة، وعندي مغرف كبيرة تاع الملح، يعني زوج مغارف صغار، وربع مغارف كبار تاع الزيت، والماء الدافي باش نلمو به العجين. تبغي ديري الحليب نورمال، تبغي ديري ثاني مغرفة ولا زوج تاع حليب بودر تقدري ديريه. مزجت السميد والفارينه والزيت والملح مع بعضهم، دخلت هذاك الزيت مليح في السميد والفارينه. من بعد زدت الخميره تاع الحلويات والخميره الفوريه تاع الخبز، وبديت نجمع بالماء. هنا بالنسبه للماء، الماء راهو يكون دافي اكيد. العجينه راح نلموها ونعجنوها، تحبي تعجني بيدك تحبي تعجني بالعجانه، انا راح نعجن معكم بيدي لخاطر دائما كي نعطيكم وصفات بزاف اللي يقول لك ما عنديش العجانه وعلاه ديرينا وصفه بالعجانه، هاني درتها لكم بيديكم هكا تجيكم سهله، واللي بغات العجانه راح تسهل على روحها. بعد ما جمعتها راح نعجنها، ندلكها شويه كيما شتو، ندلكها ماشي ندلكها شويه، المهم ماشي هذاك الدليك كيما تاع المطلوع. ندلكها نتحصل على عجينه تكون كيما تاع المطلوع، يعني طريه وماشي طريه بزاف، ونقسمها. هنا راح تقسمي قيس ما بغيتي نتيا، حجم كبير متوسط صغير، راح يبقى لك الاختيار اللي كنتيا. انا راح نقسمهم لسبع قطع، يعني ما هم كبار ما هم صغار، حندير حبيبات شوي صغار لولادي صغار، وحبيبات يكونوا لاباس بهم يعني متوسطين. واش راح ندير لهم؟ راح نكورهم كيما راكم تلاحظوا، ونحطهم يريحوا واحد نص ساعه هكاك، ما تفوتيش نص ساعه، المهم ما لازمش يخمروا بزاف بزاف. من بعد باش نولي لهم راح نغطيهم ونروح نخدم خدمتي، الوقت هذا هما راهم يريحوا. رجعت لروتيناتي البنات كيما كنت قبل، هكا ندير لكم مثلا كيما الوصفه نبدا بها ونروح نكمل خدمتي، خير ما كيما راني ندير وصفه وحدها نظن باللي ماهيش عجبتكم الحاله وما نعرف. المهم بغيت نعت لكم هذا السيليكون البنات، هذا حامي حوض المطبخ. كان عندي كيما شفتوا كان عندي واحد، كانوا عندي زوج يعني، وقدامه بزاف وما بغيتش نطيشهم، عليه ما بغيتش نطيشهم باش نحافظ على حوض المطبخ تاعي على البوتاجي تاعي. هذا السيليكون كيما راكم تشوفوا الطابي تاع السيليكون شريته على 15 ألف للوحده، يعني هاي كاليتي، ماشي قال رقيقه ولا، يعني راح تحميلك الحوض تاعك في نفس الوقت تحميلك الماعن تاعك.
وبزاف اخوات كيشوفوني مدارته يقولوا لي هذاك تاع واش وعلاش كي مدارتيه واش الدور تاعو. راح نقول لكم شوفوا انا خيرت هذا اللون اللي باش يخرج لي مع البوطاجي. المهم تبغي ديري هاك تبغي ديري هاك يعني راح يخرج على جميع انواع واحجام البوطاجيات. الواش هذا وعلاش نديروه؟ نديروه البنات باش نحميو الحوض تاعنا ما يتخربش، ما يتغيرش اللون تاعو، ما يتكسرناش اذا طاحت عليه حاجه ثقيله. ونفس الشيء بالنسبه للمعن تاعنا، يعني انت كي تغسليه يبينه سورتو اللي يشتيو الرغاوي. الله الله واش نقول لكم، تولي تحس روحها راهي تعوم في هذاك الرغاوي. يعودوا المعن يطيروا غوشي دروات هكا كي طير لك حاجه من يدك راح طيح على هذا الطابي تاع السيليكون ما حيصرى له والو. شوفوا البنات اني نخبط فيه ثاني تقول عندي الغش راح اني نفرغ فيه. ما تخافوش البنات راهو خشين ما حيصرى له والو. وحتى كي تعودي تغسلي في حاجه اللي يبغيو يغسلوا بلا الكيروانه يعني راح تساعدك ما تخليلكش المعن يزلقوا سورتو كي تبغي تحكي حاجه. انا كنت حبته شفاف كيما اللي كانوا عندي اللونين خير هكا ما يبانوش بصح معليش. المهم انا لقيت اللون تاع البوطاج. عندي الطابليه البنات راح نغسلها. كنت غسلت المره اللي فاتت المناشف والطابليات. نحاولوا ما نغسلوش عليهم، نغسلوهم على الاقل يا سيدي مره في السمانتين خاصه اللي يطيبوا الكسره بزاف. ما نغسلوش عليهم، غسلتهم وهذه تخبات لي مغاشت تتغسل. هيا وليت تفكرتها اليوم قلت نغسلها نحيها عليا من الطريق. انا راني قاعده يعني عندي الوقت والعجينه راهي تريح. رنختها شمختها ورغونتها كيما شفتوا خليتها هكا باش الصابون هذا كيدير المفعول ويتنحاو لي ليدامات. رجعت للعجينه كيما راكم تشوفوا تخمرت لي لخاطر راهو سخون الحال. واش راح نديرو؟ راح نقرصوها بيدينا برك، ديجا راهي صغيره ما يحتاج انك ديريها بالحلال، وهي من الاحسن ديروها غير بيدينا كيما تعرفوا الحلال ديما يشغل يخلينا الحاجه هكا تاع الخميره تعجن لداخل، ولكن الاختيار. بعد ما نقرصها كيما شفتوا بالكف تاع يدي راح نحطها في مقله ولا كرابيير ولا طاجين تاع الحديد، طاجين المسرح تاع الغرايف البغرير كيما بغيتي انتيا. نطيبوها على نار تكون متوسطه ما تكونش قاويه باش ما تبقالناش نيه لداخل، وما تكونش نيه باش ما تيبسش لخاطر الخبز هذا لازم يطيب مليح وما يحمرش بزاف هكا باش يجينا طري. بعد ما طيبتو على الجهه الاولى راكم تشوفوا راني واقفه وراني معاها وراني ندور فيها مره على مره. نقلبها على الجهه الثانيه كيف كيف نفس الطريقه. بالنسبه للحشوه عندي فرماج وعندي طون وعندي بصله اللي كنت طيبتها نص طياب وعندي العظام اللي هو البيض. هنايا البصله اللي بغيها نيه نورمال، هي اصلا في اساس الوصفه تندار نيه. وخاصة حاجة يا البنات هي المعدنوس، لأنه المعدنوس يديروها هكا مع البصلة والبيض يمد واحد النكهة ولا أروع. معليش المرة الجاية نعاودها بالمعدنوس. بعد ما طيبتهم كيما شفتوا طيبت البيض، قيس الخبز تاعي. ها والخبز تاعي بعد ما طاب وجد كيما شفتوا يجي طري يا البنات ما شاء الله. والسمك تاعو ما يجيش خشين وما يجيش رقيق، ما يجيش خشين باش ما يجيش فيه لداخل البابا اللب ما يجيش بزاف، وما يجيش رقيق قشره على قشره من بعد ما شغل يولي رغيف يولي ما فيه حتى بنه ولا شرم تاع الشاباتي. واش نديرو؟ راح نديرو طبقه تاع الفرماج بيض عادي. انا هنا الفرماج هذا اللي دائما نقول لكم نخدمو هكا لي ساندويتش ونديرو معاه الطون. وراح ندير البيض، تحبوا ديروا اضافات اخرى كيما بغيتو نتوما، تزيدوا طماطم تزيدوا سلطه ديروا في بلاصه الطون فيونداشي ولا جاج كيما تحبوا، تزيدوا بطاطا مقليه خضره عندكم الاختيار كيما بغيتو. هنا خصت الهريسه ولا الحميص اللي يمد لها نكهه ولا اروع. وهذا هو الشباتي تاعي في شكله النهائي كيما تشوفوا. قلت لكم عندي ذكريات معاه. ذكريات شهر العسل ولا اسبوع العسل، ما نعرف على واه نقولوا شهر العسل هو اسبوع فرات. كي رحت لتونس برت قلبي فيه نموت عليه. هو اصلا عندنا هنا بلاصه في باتنا واحد يبيع شباتي ام بزاف اللي يعرفوه او ام فاصل بهلول اللي يعرفوه حنا تبهلول. مستحيل نفوت عليه وما نهزش وحده شباتي يا خاوتي، كي نفوت عليه نعيا نقاوم صرا لي اكثر من هذيك المره اللي توهم. نموت عليه. المهم البنات راهي وصفه صيفيه بامتياز، سهله خفيفه ظريفه كيما شفتوا ليها ليه توجد. الحشوه تعني يعني ما تطلبش مكونات ولا حوايج بزاف، حاجه على السريع وخفيفه. نتمنى تجربوها تنال اعجابكم
وهنا كنت وليت للطابليه بعد ما رغونتها كما شتو كما قلت لكم خليت الصابون هذاك دار المفعول تاعو. دركا راح نحكها وننشرها هكا باش كي نبغي نبدل الطابليات. المسخه هذيك حاشاكم هاي تغسل ونلقى واش نلبس باش ما نوسخش حوايجي، يعني حوايج خفافه البنات نقدروا نحيوهم في رمش تعين بلا ما نخليو الحالات تراكم علينا، سواء هكا مناشف ولا طابليه تاع كوزينه، الماعن، الكويزينيير، الدار كيف كيف، الفراشات، القش. نحاولوا دائما نغتنموا الفرصه ونغتنموا الوقت. الوقت هانا قاعدين نشوفي روحي بلي ريحت ديت قسط من الراحه، نوض نشوف حوالي، نشوف الدار واش فيها واش ما فيهاش، شي نظيف هاني تنيت منه المسخ نحيه عليا من الطريق، ماشي حتى كل شيء تحط على راسي ضربه وحده ومن بعد نهلك صحتي نولي نجري منه ومنهيه. هكا خير، يعني كل يوم نخدم وكل يوم نريح يعني وقت لاباس به، ماشي كل يوم مريحه ومن بعد نجيبها سمانه ولا ثلاث ايام ونطيح صحتي نجي نحكم بلاصتي نولي نبان مدايره كاش اوبيراسيون مدقدقه من فوقي لتحتي. هكا نكون وصلنا لنهايه فيديو نهار اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله تجربوا وصفتنا لاعجابكم، ما تنساوش تشاركونا بها في الانستغرام ولا مجموعه الخاصه في فيسبوك وحتى كوك باد. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم ونتلاقاو في فيديوهات جايه ان شاء الله. مع السلامه.